أهلا بكم إلى برنامج بنغازي اليوم والذي نستعرض فيه. ميليشيات حفتر تواصل قصفها بالأسلحة الثقيلة على منطقة جنفودة السكنية وسقوط منزلين جراء القصف. عمليات نهب وسلب لممتلكات المواطنين بمنطقة جريونس بعد سيطرة ميليشيات حفتر على أجزاء من العمارة السكنية. صفحات الثوار تقول أن هناك حملات اعتقال واسعة في بنغازي وصفحات الكرامة تقر بهذه الاعتقالات. أهلا بكم. ميدانيا في بنغازي جددت ميليشيات حفتر قصفها بالأسلحة الثقيلة على المنطقة السكنية جنفودة بعد هدوء ساد المنطقة بحسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي. كما أفاد المصدر بأن ميليشيات حفتر تقوم بإغلاق الطرق المؤدية لمناطق سيطرة الثوار بالجوارشة بسواتر ترابية مع رصد مقاتلي مجلس الشورى لتحركاتهم في أكثر من جهة بالمنطقة. تستمر ميليشيات حفتر في محاولاتها لاقتحام مناطق تمركزات مجلس شورى ثوار بنغازي، حيث رصد مقاتل المجلس ميليشيات حفتر وهي تقوم بإغلاق عدة طرق بسواتر ترابية. كما تشهد منطقة الجوارشة قصفا متقطعا بالأسلحة الثقيلة بعد جلب دبابتين بمكانين مختلفين دون وقوع أي خسائر بشرية من الطرفين، إلى جانب تحليق مكثف لطيران الكامب كوبتر المساند لحفتر بتوجيه قذائف الهاوتزر وصواريخ الجراد على مناطق تمركزات الثوار بالمحور، وسط غياب للطيران الأجنبي وطيران حفتر بنوعيه على المحور الغربي منذ يومين. أما منطقة جنفودة فتواصل ميليشيات حفتر قصفها بالأسلحة الثقيلة على المنطقة السكنية وبشكل عشوائي، مع أسقط منزلين كاملين بها عدة محال تجارية. وللحديث حول الوضع الميداني انضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي عادل عبد الكافي. أهلا بك سيد عادل. بداية، ميليشيات حفتر حاولت اليوم مرارا وتكرارا التقدم والسيطرة على منطقة جنفودة ومنطقة الجوارشة، ولكن دون جدوى، لم يتحركوا في هذا الاتجاه قيد أنملة. كيف تفسر هذا؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ علي ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. طبعا هذا دائما ما كنا نشير إليه عبر منبركم الكريم. استخدم خليفة حفتر جميع الوسائل، سواء كان من الطيران الذي يستخدمه كالميج والعمودية من خلال قصف البراميل أو بعض الصواريخ الموجهة، أيضا القذائف الصاروخية عبر صواريخ الجراد أو المدافع الهاوزر، أيضا استخدم القنابل العنقودية في محاولة لاقتحام تلك المنطقة، ظانا أن تلك المنطقة هي الحلقة الأضعف في مواجهته مع ثوار بنغازي، ولكي يتيح الفرصة لتقدم ميليشياته على الأرض. ولكن هذا لم يتآتى له، نظرا أن ثوار تبعوا عدة أساليب أشرنا إليها سابقا في استدراج ميليشيات حفتر وثم الالتفاف عليها عبر كمائن وإحداث خسائر في صفوفهم، أيضا استدراجهم إلى بعض المواقع التي تم زراعتها ببعض الألغام الأرضية المضادة للأفراد وللأليات وإحداث خسائر في صفوف هذه المجموعات. الجديد أو البارز اليوم يعني سيد عادل أن ميليشيات حفتر قامت بعمل سواتر ترابية في العديد من الطرق، يعني كيف يمكن أن تفسر هذا؟ هل هو حذر أم توجس أو ارتقاب ربما لتقدم مفاجئ لمقاتلي المجلس؟ طبعا نشير بداية إلى نقطة هامة، أن ميليشيات حفتر لازالت تعتمد على الدعم وخطوط الإمداد التي تقدم لها من الخطوط الخلفية، ويتم أحيانا قطع خطوط الإمداد مما يترتب عليه ارتباك هذه الميليشيات وأحداث خسائر فيهم ويتسبب أيضا بتراجع. طبعا عملية وضع السواتر الترابية وغيره هذا يشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أن لدى ثوار بنغازي الإمكانية للتقدم واقتحام
هذه الصفوف هذه الميليشيات، ولذلك هم يقومون بهذا العمل، وهذا متعارف عليه، لأن الثوات العادة لا توضع إلا في حالة وجود قوة يخشى من تقدمها، فهذه تعتبر من الخطوط الدفاعية أو الأساليب الدفاعية التي تستخدمها أي قوة على الأرض. هذه ربما إشارة إلى أن خوفهم وخشيتهم من تقدم ثوار بنغازي باتجاههم، ولكن حقيقة الأساليب القتالية التي اعتمد عليها أبناء مدينة بنغازي لا تأتي من خلال عمليات التقدم، ولكن تأتي من خلال عمليات الالتفاف واقتحام صفوف ميليشيات الكرامة. ميليشيات حفتر يعني قامت بجلب دبابتين بمكانين مختلفين في منطقة الجوارشة، هل سيحدث هذا تغييرا ما في منطقة الجوارشة على مستوى محور القتال برأيك؟ نعم، حقيقة استخدام التنكات يحدث فارق على الأرض، نظرا أولا لبعد المدى مدى هذه الآلية في استهداف أي تمركز في حالة أن تم رصد أي هدف يتحرك أو ثابت في أي موقع، ايضا ربما هي لاستخدامها ضد بعض الاليات التابعه لثوار بنغازي، ولكن نحن نتحدث عن اكثر من عامين في مواجهه عسكريه ما بين ابناء مدينه بنغازي الذين يعلمون جيدا المداخل والمخارج لارضهم، الفوا ايضا مثل هذه الاساليب التي يستخدمها قائد ميليشيات عمليه الكرامه، واستطاعوا استدراجه في عدة مواقع وأحداث خسائر في صفوف الآليات، لذلك يعني أتصور لن تحدث ذلك الفارق، نظرا أنهم تكبدوا في السابق خسائر في مثل هذه الآليات كالتنكات أو حتى بعض المدفعية متوسط المدى، لذلك لازال أبناء مدينة بنغازي حقيقة ينتظرون الدعم من إخوانهم في المنطقة الغربية ببعض الأسلحة النوعية التي يستطيعون من خلالها إحداث فارق أكبر، لأن تداعيات التي تحدث في صفوف عملية الكرامة أتصور أن تؤشر إلى أن هنالك هشاشة في القيادة وأيضا هشاشة في صفوف العناصر التابعة للميليشيات عملية الكرامة. طيب، تحدثت قبل قليل عن الدعم مرتقب من ثوار المنطقة الغربية، هل هذا الدعم ربما من الممكن أن يأتي في الفترة القريبة برأيك؟ هل من الجائز أن يكون هذا ربما متاح الآن؟ حقيقة في ظل محاولة التطويق ومنع تقدم سرايا بنغازي إلى بنغازي ووصولها إلى هناك من خلال الطيران الدعم الطيران الأجنبي أو تحديدا الأمريكي الإماراتي المتمثل في الطائرة بريديتور بدون طيار، حقيقة أتصور هنالك صعوبة في هذا الأمر، ناهيك عن عدم وجود ممرات آمنة سواء كان عبر البحر أو البر، ولكن أقول لن تعيق مثل هذه النواقص أي عملية لدعم ثوار بنغازي. نعم، أؤكد هنا أن هنالك دعم بإذن الله سيدفع إلى مدينة بنغازي رغم حقيقة محاولة بعض الشخصيات السياسية تشويه ثوار بنغازي من خلال بعض المنابر الإعلامية ومحاولة التملص من دعمهم وتركهم فريسة سهلة أمام قائد ميليشيات الكرامة، ولكن أتصور المشهد السياسي سيتغير، هنالك اتجاه قوي لمحاولة إبعاد خليفة حفتر عن المشهد، أيضا هنالك إشكاليات كبيرة جدا لا يستطيع أحد أن يراهن على تواجد خليفة حفتر أو حتى إعطائه المساحة سواء كانت السياسية أو العسكرية لاستمرار في المشهد نظرا أن هذا الرجل مرتكب جرائم، فمن يواليه أو يسكت عن جرائمه أتصور سيكون شريك معه في هذه الجرائم وربما تتطاله يد العدالة. طيب، اليوم شهدت منطقة الجوارشة تحليق مكثف لطيران الكام كوبتر، ضعنا والمشاهدين الكرام في تفاصيل هذا النوع وأيضا أهمية نوع الكام كوبتر وما هي المهام التي من الممكن أن يقوم بها هكذا نوع من الطيران. هذه الطائرات عادة تستخدم في التصوير وتحديد الأهداف وأبعادها، أيضا طبعا عملية الرصد هذه من العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها خليفة حفتر في قتاله ضد أبناء مدينة بنغازي، لذلك هي تعتبر أداة مهمة جدا في الحرب التي يقودها،
ولكن أيضا هذه الأداة تظل لديها بعض العيوب التي يمكن الاستفادة منها. ما هي هذه العيوب؟ من أبناء هذه العيوب أن يستطيع أبناء مدينة بنغازي إخفاء آلياتهم عن هذه الآلة، أيضا تحركات، تغيير مواعيد التحركات ليلا، أيضا إعادة انتشار للآليات، استخدام واستحداث ثوار بنغازي أساليب أخرى كعملية خنادق، وأيضا توزيع عناصرهم بطريقة هم خبروها ربما أكثر مني وأكثر من أي شخصية عسكرية، نظرا أنهم في واقع الميدان وخبروا أيضا الالتفافات وأيضا عملية التقدم والانسحاب لميليشيات الكرامة. فالأمر متروك لهم في هذا الأمر بأن يستخدموا الأساليب التي تكون ناجعة للالتفاف على عملية الكرامة، وأيضا استغلال العيوب في هذه الآلة التي أشرنا إليها بأن يتم التغطية من خلال إعادة نشر لآلياتهم حتى لا يتم رصدها. نعم. طيب الآن منطقة جنفودة مستمر القصف عليها بشكل مكثف أيضا، برأيك يعني وهو سؤال بات متكررا ومعادا، يعني لماذا هذا القصف على منطقة سكنية يقطنها مدنيون بهذا الشكل؟ ما الغاية والغرض والجدوى من هكذا قصف؟ دعنا نتفق على 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 نقطة هامة جدا، خليفة حفتر لا يعنيه المدنيين، والدليل على ما أقول ما أحدثه في بنغازي من دمار عندما استخدم الأسلحة التي تعتبر محرمة دوليا، وأيضا لازال يستخدم أسلوب سياسة الأرض المحروقة، هذا ما نصفه نحن، وهذا الأسلوب أشرنا إليه سابقا أنه من ضمن الأساليب التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، وهي من الأساليب تعتبر الخاطئة، وأيضا لا تحدث أي فارقة في القتال في داخل المدينة. على العكس يترتب عليها أن يتم تدمير المدينة وقتل المدنيين، وهذه تعد من جرائم حرب في ظل القوانين العالمية والدولية المعمول بها. لذلك لا زال يستخدم هذه السياسة في اعتقادا منه أن هذه هي الحلقة الأضعف على لثوار بنغازي، نظرا لتقارب تلك المناطق التي يتواجد بها ثوار بنغازي. أيضا حقيقة الالتفافات والكمائن التي تعد لميليشيات عملية الكرامة ويتم إحداث خسائر في صفوفهم حقيقة عادت عليهم بالنكبة، مما ترتب عليه طبعا عدم توحد القيادة لدى عملية الكرامة، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عادل عبد الكافي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بنغازي اليوم، فلا تذهبوا بعيد. أهلا بكم مجددا في بنغازي اليوم، ونستعرض عليكم الآن طائفة من الأخبار المحلية. تشهد منطقة جريونس عمليات نهب وسلب لممتلكات المواطنين بعد سيطرة ميليشيات حفتر على أجزاء من العمارات السكنية. مصادر محلية من بنغازي أفادت للنبأ أن مواطنين حاولوا التواصل مع قيادات الكتائب الموجودة بالمنطقة لوضع حل لتأمين منازلهم، فيما تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا كتب عليها عبارات تتهم أشخاصا بسرقة المنازل بالمنطقة. شنت ميليشيات حفتر حملة اعتقالات واسعة بعدة مناطق بمدينة بنغازي. شهود عيان أكدوا أن أكثر من 12 مدنيا تم اعتقالهم ليلا، ووجهت لهم تهم موالاة مجلس شورى ثوار بنغازي دون تحديد الجهات الأمنية التي اعتقلتهم، مضيفين أن المعتقلين ادعوا أنهم ينتسبون لجهاز الأمن الداخلي التابع لحفتر. سقطت قذيفة عشوائية على منزل العبيدي في الحي الجامعي جريونس دون وقوع خسائر بشرية. مصادر محلية قالت إن القذيفة سقطت في وقت لا يسمع فيه أي صوت اشتباكات،
مؤكدة أن المنزل يقع على مسافة بعيدة من نقاط الاشتباك. حددت الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التعليم بحكومة إثني يوم 18 من الشهر الجاري موعدا لاعتماد نتائج امتحانات الدور الأول لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي لمدينة بنغازي. وقال مدير المكتب الإعلامي لقطاع التربية والتعليم بالمدينة وسام العشيبي لأجواء نت إن النتيجة ستعلن على إحدى الإذاعات، موضحا أن طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في بنغازي أجروا امتحاناتهم لهذا العام في مدة استثنائية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالمدينة في العامين الماضيين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الناشط السياسي مصطفى المهرك. سيد مصطفى أهلا بك. في البداية يعني عملية نهب وسلب تشهدها منطقة جريونس خاصة بعد السيطرة على أجزاء من العمارات السكنية، يعني كيف تفسر وتعلق على هذا؟ أخي علي، قبل أن نتكلم عن سرقة البيوت من قبل ميليشيات حفتر، طبعا أريد سرد بسيط هيك أسرد شيء بسيط على منطقة جريونس. منطقة جريونس يوجد بها أهم وأعرق مؤسسة تعليمية وهي جامعة بنغازي التي كانت تعرف في النظام السابق بجامعة جريونس. قبل دخول ميليشيات الكرامة إلى بنغازي وجهوا نداء إلى زي ما يقول خروج العائلات وإيقاف العملية التعليمية، وبعد دخولهم قاموا بقصف وحرق هذه الجامعة. فهذا يعني مؤشر يدل على أن ميليشيات الكرامة تكره العلم وتكره مؤسسات العلم، لأن للأسف الشديد هذه الميليشيات يعني في غالبها تتكون من أناس ليس لهم خط في 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 نعم. العلم. بعد بدء عملية الكرامة خرج هناك ربما مجموعات لا بأس بها من المنطقة. ما هذه مشكلة كبيرة، يعني نحن يعني قصة حفتر لما يقول سيطرنا أو حررنا، سيطرنا على المنطقة أو حررناها. يعني منطقة جريونس قبل دخول ميليشيات الكرامة كانت منطقة أهلة بالسكان، يعني أمورهم طيبة، الناس في منازلها. طبعا منطقة جريونس فيها فيلل وفيها عمارات وبعض المنازل، كانوا يعني الناس عايشين حياة طبيعية، يعني عايشين في منازلهم في بيوتهم في شققهم. للأسف الشديد ميليشيات حفتر بتوجيه نداء من المتحدث السابق الحجازي هو من طلب إخراج العائلات لكي يقوم بقصف هذه المنطقة بكل أريحية، وأول ما تضرر في تلك المنطقة هي جامعة بنغازي. طيب هل يمكن القول مصطفى بأن سيناريو منطقة بلعون يتكرر الآن مجددا في جريونس أخي والعمارات السكنية بالتحديد؟ نحن كررنا مرارا وتكرارا وقلنا من يعرف ميليشيات حفتر مما تتكون لن يستغرب هذه الأمور. فميليشيات حفتر متكونة من مجرمين ومن سراق ومن قتلة ومن متطرفين إسلاميين يترأسهم المدعو أشرف الميار. للأسف الشديد يعني سرقة البيوت هي لم تبدأ أصلا في جريونس، هي بدأت من بعد دخول ميليشيات الكرامة إلى بنغازي فاستولوا على منازل المهجرين وسرق، هناك ما سرق وهناك ما حرق وهناك ما يعني ما استغل من 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 بعض مؤيدي الكرامة واستخدموه كسكن. إذن هي غنيمة جديدة استغلت من قبل هؤلاء، سلب ونهب وحرق بدون أي وجه حق. يعني ما دلالة ومؤشرات هذه الأفعال برأيك؟ دلالة هذه المؤشرات تدل على يعني من هم الذين يدعون الكرامة، من هي الميليشيات التي تدعي أنها أتت لمكافحة الإرهاب. هي ميليشيات أتت للسرقة والنهب فقط، لكن المؤسف في الموضوع أن هذه الميليشيات تقوم بإجرامها بغطاء سياسي وغطاء شرعي. يعني البرلمان الموجود في المنطقة الشرقية، طبعا البرلمان لديه اعتراف طبعا دولي ويعتبر جهة شرعية عندما يعني يتحصل على اعتراف دولي. طيب لكن مصطفى يعني كيف تفسر من جهة ميليشيات حفتر تدعو الأهالي إلى الخروج من المساكن والمناطق، ثم بعد الخروج يكون هناك عمليات سلب ونهب وحرق، يعني كيف يأمن المواطن على بيته يعني من عدم السرقة؟ هذا طبعا شيء مستحيل أن يأمن المواطن في 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 أي منطقة تحت ظل ميليشيات الكرامة، هذا شيء مستحيل.
نحن وضحنا لكنهم يتلقوا وعود ربما لا تنفذ. نحن وضحنا تكرارا قلنا ان يعني مناطق بنغازي داخل بنغازي التي لا يوجد بها اشتباك لم تكن مستأمنة، فما بالك المناطق الفارغة من أهلها. ورأينا كذلك الكثير من التعليقات في الفيسبوك من أناس يعني ذهبوا إلى منازلهم ووجدوا يعني محتويات المنزل كما هي، إذ لم يكن يعني منزله تضرر من ناحية قصف. وللأسف الشديد عندما رجعوا إلى منازلهم بعد يوم أو يومين وجدوها مسروقة بالكامل. لكن المشكلة يعني نقولها، من الذي يعطي في هذا الغطاء؟ من الذي يعطي في هذا الغطاء الشرعي؟ طيب على ذكر يعني مواقع التواصل الاجتماعي تناولت صور لبيوت مسروقة ومنهوبة، كتب عليها أسماء هؤلاء الذين سرقوا هذه البيوت. إذا هم معروفون لدى الجهات الأمنية برأيك، يعني لماذا لم يتم القبض عليهم أو حتى محاسبة هؤلاء وهم معروفون بالاسم؟ لن يتم ذلك لأنهم هم جزء في ميليشيات الكرامة، وقلنا هؤلاء من يعني من خرجت صورهم أو أناس يعني بارك الله فيهم عرفت أن الناس هذه اللي قامت بكذا ونزلت صورهم. لكن الحقيقة كيف تريد من جسم مركب أصلا هو من السارق ومن القاتل ومن المجرم أن يحاسب جزء من هذا الجسم بسبب ارتكابه لعملية سرقة؟ فهم يعني من آخر مش من آخر، لا يوجد أصلا هذا المحور أصلا في 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 تركيبة ميليشيات الكرامة. يعني ميليشيات الكرامة هي أصلا وجدت للقتل وللسرقة وللنهب، ولم توجد لشيء آخر. إذا أنت لا تتوقع أن يتم محاسبة هؤلاء أبدا؟ استحالة. يعني كيف يعني هي أصلا الميليشيات هي هذه تركيبتها مركبة من السارق ومن المجرم، فكيف يعني تطلب من ميليشيات هذه تركيبتها أن تقوم بمحاسبة من يسرق؟ يعني هم نفسهم من يقولون أن بنغازي تتعافى، هل هذا هو شكل تعافي برأيك ما يحدث الآن؟ للأسف الشديد نحن قلناها أن التعافي له معايير. عندما تقول على مدينة تعافت دائما تسرد بعض المعايير، يعني قلنا أرزاق الناس لم ترجع، المستشفيات خارج الخدمة، الجامعة مقصوفة ومحروقة، يعني الأسواق الرئيسية خارج الخدمة، فلا يوجد تعافي في مدينة بنغازي. ومن يقول أن بنغازي تتعافى هو يريد التسويق لعملية الكرامة، لأنه قد يكون هو مستفيد من عملية الكرامة، أو يريد يعني ركوب الموجة لأنه ينظر إلى أو في نظره أن عملية الكرامة قد انتصرت. نعم، توازيا مع حملة النهب والسلب هناك حملة اعتقالات أيضا موازية لمدنيين بتهمة الموالاة ربما والتعاطف مع مجلس شورى ثوار بنغازي، كيف تعلق على هذه النقطة؟ أخي علي، يعني أسباب الاعتقال وأنت ذكرتها الآن، قد يكون يعني التهمة هو شخص موالي أو مناصر لمجلس شورى ثوار بنغازي، ولكن قد يكون هناك أسباب أخرى. قد يكون الشخص لديه رزق واسع، أو لديه يعني خصومة مع شخص ذو مستوى رفيع في عملية الكرامة. فبكل بساطة هم من ينسب أنه مؤيد لمجلس شورى أو أنه من الإخوان أو أنه من الخوارج، فيعني هذا الأمر كفيل أن يزج به في السجن، وقد يرتقي الموضوع إلى تعذيب وقتل ومن ثم رمي في القمامة. طيب هذا كله يحدث دون تحديد جهات أمنية معينة قامت بهذه الأفعال الاعتقال، يعني برأيك أن تقوم جهات ليست محسوبة على أي جهة رسمية بهذه الحملات من الاعتقالات، هل نحن في دولة؟ هل نحن في منطقة تتعافى؟ للأسف يعني هي الجهات الموجودة في بنغازي هي جهات محسوبة على الكرامة، ولكن هم يقولون أن هناك جيش وشرطة وحياة مدنية. هم يدعون، لكن كان يعني الشخص يخرج علينا ويقول بنغازي آمنة، ومن ثم تسمع أن هناك اعتقالات، ومن ثم ينفون أنهم قاموا بهذه الاعتقالات. إذن هناك جهات عسكرية أخرى وأمنية أخرى تقوم باعتقالات، يعني كان المدينة في قدرة لجهاز أمني خارج طاقة سيطرتهم أن يقوم باعتقالات، فكيف يعني أنه يقول أنها يعني مدينة آمنة؟
هي ليست من جهة أخرى وزير الداخلية يقوم بجولة مدججة بالحراسات ويدعو أعضاء البرلمان إلى المجيء إلى بنغازي وعقد جلسات في مدينة بنغازي. هل الأوضاع في ظل ما ذكرناها الآن هي مناسبة لعقد جلسات في بنغازي؟ للأسف يعني مش عارف أنا شنو بيوصلوا هذه المنصورة. ممكن يديرها في ضواحي بنغازي، لكن لما جيت تكلم بنغازي قلب بنغازي لا زال تحت القصف. يعني الجزء الرئيسي في بنغازي الذي يحتوي على المؤسسات وعلى المصارف وعلى أغلب يعني الهيئات العامة هو لا زال تحت القصف، يعني وهناك مناطق سكنية قريبة جدا من مناطق الاشتباكات. فهذا للأسف تسويق قلناه يعني أمس ذكرناه بالأمس، تسويق لأمور أخرى، أمور يعني يدعم بها البرلمان في دخوله للحوار بأنه مسيطر على بنغازي. طيب. لكنه يحتاج إلى 160 رتل مثل نعم. الذي خرج به وزير الداخلية. طيب. لكي يحمي أعضاء حملة الاعتقالات هذه لم نشهد مقابل لها أي تنديد أو استنكار من أي جهة رسمية في الشرق، هل تفهم شيء من هذا؟ أخي علي، الموجود في الشرق هو جسم واحد، تركيبة واحدة. يعني لما نجينا مثلا بنفصل البرلمان عن حفتر هذا كلام غير صحيح. لما نجي نفصل حتى مؤسسات المجتمع المدني أو ما تدعى أن مؤسسات المجتمع المدني موجودة في الشرق الليبي بأنها معزولة عن حفتر هذا كلام غير حقيقي. هم جسم واحد يعمل لخدمة عملية الكراهة فقط، ويقولون ما يقوله حفتر، ويحاول التسويق لما يريده حفتر. يعني أما غير ذلك أن تخرج جهة أمنية وتنتقد أو يعني تحاول أن توضح أن ما تقوم بهذه الجهات الأمنية هو أمر خاطئ أو كذا، فهذا يعني جزاؤه معروف، هو القتل والرمي. إذا لا تتوقع أي استنكار أو تنديد بأي حدث ربما حتى يكون مستقبلي. هم يا أخي علي يعني ببساطة، ولكن لديهم دور، هم يعني هم جهة تشريعية في الشرق منبثق عنها حكومة تعمل في الشرق ولديها أدرع في مدينة بنغازي. الكل يعني يعلم أن أي حكومة لها سلطات، والمنطقة الواقعة في هذه يعني مثلا بنغازي واقعة تحت سيطرة حكومة الثني، يعني هي المسؤولة عما يحدث الآن في هذه المدينة. أين مسؤوليتها الآن؟ أخي علي، البرلمان وحكومته تحت سيطرة حفتر وليس العكس. يعني لكن نحدى يعني عشان نفهم الموضوع هذا أكثر ناخذ حاجة بسيطة جدا. سبب الاعتقالات هو سبب يعني متاح من عند البرلمان أو من عند الحكومة. يعني تهمة الشخص عندما توجه له تهمة بأنه هو موالي لمجلس الشورى، مجرد أنه وجدوا قد يعني ضغط على زر الإعجاب في صفحة فيسبوك مضادة لحفتر أو علق بتعليق في صفحة فيسبوك مضاد لحفتر، هم أصلا سواء كان البرلمان أو الحكومة صرحوا مراء. يعني وخاصة من فترة بسيطة سمعنا أن من لا يريد أو من لا يريد الكرامة هو يعني هدف ويعني جائز يعني حتى قتله. فهم يعني ينظرون لأي شخص موجه له هذه التهمة بنفس النظرة التي ينظر بها، بنفس النظرة التي تنظر بها الجهة القمعية أو الميليشيا المجرمة الإجرامية التي قامت بذلك الفعل. فيعني كيف لبرلمان أن ينتقد شيء هو يريده؟ يعني هم وصلوا لمرحلة يعني غريبة جدا أخي علي. يعني حتى إن جزمنا جدلا أن من يقاتلونهم هم دواعش، الدواعش شرعا هم يعني قصدي يعني بحكمهم حكم الخوارج، الخوارج هم بغاء وليسوا مرتدين. يعني 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 في الشرع عرضه ورزقه غير مباح، يعني حكم قتال البغاء يختلف على حكم قتال الردة، وهذا يستطيع احد المشايخ ان يفصل. هذا ربما موضوع اخر. لكن هم يتحصلون على شرعنا من سواء من الحكومه او من الجهه التشريعيه. وكذلك من بعض الخلاصه انت تتوقع استمرار هذه الحملات من الاعتقالات واستمرار السلب والنهب في بنغازي دون ما تحريك أي ساكن من الجهات الشرعية؟ ستستمر يا أخي علي إلى حين أن تتغير سدة الحكم في المنطقة الشرقية. نعم. إلى حين أن ينتهي أو تنتهي عملية الكراهة. يعني إذا
قلنا أن عملية الكراهة موجودة، فإن القتل موجود، فإن السرقة موجودة، فإن عدم المحاسبة موجود. وقلناها مرارا وتكرارا أخي علي أن بنغازي آمنة لكل مجرم، لكل سارق، لكل قاتل، لكل شخص يؤيد الإجرام، أما غير ذلك فهو كلام عاري عن الصحة. شكرا جزيلا لك ناشط السياسي مصطفى المهري، كنت معي هنا في الأسود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بنغازي اليوم، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة السوشيال ميديا مع الصحفي الزميل عبد الحميد الأحصادي. أهلا بك زميل حميد. نبدأ بأول صفحة معنا الآن ويتحدث عن حملة الاعتقالات في مدينة بنغازي. نعم الحقيقة علي، يعني بنغازي تشهد حملة اعتقالات كبيرة، صفحات الثوار تتحدث أيضا عن هذه الاعتقالات، وتعترف أيضا صفحات الكرامة بهذه الاعتقالات. طبعا الاعتقالات يعني كيف ما تعرف علي، يعني سواء المشايخ أو أئمة المساجد أو كل من له رأي مخالف لما يحدث في بنغازي أو هو معارض لعملية الكرامة، بالتأكيد يعني يؤخذ ويوضع في السجن أو يقتل أو يرمى في القمامة. بل الوضع حميد ذهب إلى أبعد من ذلك. النشط السياسي قبل قليل مصطفى المهري قال بأن هناك من يضغط إعجاب أو لايك في الفيسبوك، يقوم أو تقوم ميليشيات حفتر باعتقاله. صحيح. عندي قصة غريبة جدا يعني علي اليوم. معي في صفحة قلم رصاص نزل اعتقال لوائل عقوري، مختفي له أيام ولا أخبار عنه. وائل مؤيد للكرامة، تخيل، هو مؤيد للكرامة. حاجة واحدة بس هو معارض فيها، شن هي؟ إنه هو معارض لتمجيد حفتر كما كان يمجد القذافي، فكان معارض هو لهذه التمجيد يعني. فاعتقل وتم اختطافه ومش معروف لحد الآن. يعني هذا حتى مؤيدينهم يعني ما سلموش من التنكيل يعني بهم أو الاختطاف. إما أن تؤيد تأييد كامل وتمجيد وكذا، وإما لا يسمع مفيش. لا يسمع رأي أو صوت إلا صوت ما يريد حفتر والحاكم العسكري في بنغازي. كممت الأفواه، منع عليهم حتى أنه هو يحكي هو وصاحبه أو حد يعني يعبر عن رأيه في مقهى أو في مجلس بشكل مريح. حسب الصفحة حميد الآن هي موجودة الآن على الشاشة، هو مريض عقليا أو مختل عقليا ربما. هذا لا، هذه قصة أخرى جايك فيها يعني. قصة طبعا الحاج علي مطول وقصة الحاج الوافي العوامي، هذه نحكي على وائل العقوري. هذا إياه نعم المنتج وضعنا في التصل، وهي قصة أخرى هنجيك بالترتيب يعني. طبعا هذه صفحة الشعب كله كان في الجبهة نزل. طبعا علي مطول شخص مريض عقليا من سكان منطقة الصابري. نعم. مر على ميليشيات حفتر، خضوه وعذبوه ونكلوا به، وهو شوف مريض عقليا وما درش فيه يعني. طيب ومنزلين طبعا صورته علي مطول اللي هو ديسين على وجهه بالحذاء، فهمت علي، وهو رجل فقد عقله. الحاج الوافي العوامي رجل كبير في السن، مر على بوابات حفتر وميليشياتها، خلوه سمحوا بنا يمر من البوابه لغايه ما وصل لمنطقه الاشتباكات. طبعا وين ما لقاه مجلس شورى ثوار بنغازي، خذوه وعملوه معامله كويسه، وهو الان موجود لغايه ما يتم تسليمه لاهله، لانه راجل يعاني من زهايمر، فهمت علي؟ فيعني هنا تشوف فرق المعاملة، وتشوف مثلا حتى ما نجاش منهم لا الفاقد عقله ولا الصغير في السن جدا ولا المرأة حمين. ولا الشايب ولا حد. نعم. يعني للأسف الشديد أنا شخص مختل عقليا كهذا يعني يفعل به ما فعل. نعم. يعني شيء نعم. غريب جدا. نعم هو مش مستغرب عليهم علي، يعني فعلوا أكثر من ذلك، اتهموا نساء قنفودة في شرفهن، اتهموا الأطفال، يدمروا في مدن ودمروا عائلات وقتل الأطفال عين عينك جهارا نهارا، شن تبي منهم يعني؟ بالنسبة له العقل المريض عقليا نظياهي، هو وكأنه يضرب فيه وكأنه يعني إنسان ما يحسش يعني هو، لكن للأسف الشديد هو في الآخر بنادم يعني ويحقن الدماء. نعم. خلينا نحكوا على موضوع الاعتقالات. طبعا كيف ما قلنا اعتقالات واسعة في مدينة
بنغازي، صفحة الشهيد نبيل ساطي، هناك اعتقالات واسعة بمدينة بنغازي تقوم بها عصابات حفتر، صفحة عاجل أرض الشريف اللي هي الكرامة التابعة لعملية كرامة، قسم الإسناد الأمني، البحث الجنائي يلقي القبض على خلية إرهابية كانت تجهز لعمليات إرهابية في مدينة بنغازي خلال عيد الأضحى. وهذا طبعا هذه تبريراتهم علي أن هو يقبض على ناس أو يقبض على مجتمعين ويقول عليهم خلايا. هل الوقت ربما مناسب نحن الآن على مشارف قدوم عيد الأضحى المبارك وهذه الأيام المباركة، هل هذه أيام مناسبة لهكذا فعل؟ والله هو طبعا الايام اللي فاتن المدني الفاخري اللي ماسك الامن الداخلي في مدينه بنغازي تحدث عن تامين مدينه بنغازي وان ليس هناك سيكون هناك اختطاف او اعتقالات او غير ذلك، ولكن للاسف الشديد يعني تجد صفحاتهم تتحدث عن يعني السطو على المنازل او اعتقال شخصيات او قتل بعض بسبب شنو؟ بسبب ان هم خلايا المفارقه حميد، نعم، غير تبيان بعض التفاصيل. المفارقه يعني ان هذه الصفحات التابعه لعمليه الكرامه تقر وتعترف بهذه الاعتقالات. على الجانب الاخر وزير الداخليه يقول انه لا توجد اعتقالات ويقول ان المدينه امنه وبنغازي تتعافى. بالضبط، يعني ما فيش انسجام ما بين التصريحات المسؤولين عمليه كرامه في بنغازي وما بين الافعال الموجوده على الارض من اعتقالات ومن ما يقوم به الامن الداخلي داخل مدينه بنغازي من قتل او من خطف او من اعتقال تحت التعذيب وتحت الترهيب. الحقيقه للاسف المشهد في بنغازي يعني يسوده الضبابيه ويسوده الاجرام في حق البشريه هناك. للاسف الشديد مع سكوت كل المؤسسات الحقوقيه او المؤسسات الامنيه هناك، نعم، تجد الناس مغلوب على امرها. الناس هناك الكثير، نقول لك حاجه، حتى من اتباع عمليه الكرامه من ارتد على هذه العمليه، ولكن الخوف والفوبيا من هذه الاجهزه القمعيه داخل مدينه بنغازي من انها تصل الى هذه العائلات. وصلنا ممكن لاشر من حقبه النظام السابق. الان الناس ربما انت من قبل كان كيف يعني هلنا شو يقولوا لنا في الحوش، اسكت وامشي جنب السيس وما تتكلمش ورد بالك، راه الحيطان اذان. تو بالدبل يا علي، يعني الان اصبح ادهى يعني وامر للاسف الشديد. الامر شكرا، حساس جدا في بلدنا. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الحميد الحصادي الزميل، كنت معي هنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه برنامج بنغازي اليوم. اصبحونا على خير.